وليد غريب من الإسماعيلية، وإحنا من صوار الإسماعيلية. إحنا قاعدين هنا النهاردة من يوم الثلاثة اللي فات، ومسألة إحنا قاعدين ليه؟ إحنا كان من ضمن الأسباب اللي إحنا قاعدين علشانها هو إن إحنا نسمع إعلان نتيجة الدكتور مرسي، لأن كان في تخوف شديد من إنه يحصل لعب بإرادة الشعب أو تزوير في النتائج. واحنا ما جيناش واتكلمنا في مساله التزوير ولا في موضوع النتيجه غير بعد ما القضاء هم اللي اعلنوا النتيجه، وبعدين سمعنا كلام وشفنا تصرفات، خفنا من ان يحصل فيه تزوير ولا تلاعب بإرادة الشعب، فده كان السبب من ضمن الاسباب. لكن في كتير من وسائل الاعلام وفي كتير من الناس كانت فاهمه ان احنا موجودين هنا بس علشان نعمل شيء من الضغط الشعبي علشان نتيجه الدكتور مرسي. لا، هو ده كان سبب من ضمن الاسباب، بدليل انه لما اعلنت نتيجه الدكتور مرسي ونجاح الدكتور مرسي احنا باقيين مستمرين علشان انه مصر بالنسبه لنا اكبر من الدكتور مرسي. الحسن علي عبد العزيز من الاسماعيليه ومختص بنا من يوم الاربعاء اللي فات، واحنا جايين هنا عشان يكون لنا اربع مطالب، لا للاعلان الدستوري المكمل وليس المكمل، لا لحل مجلس الشعب اللي هو بالبرلمان انتخبه لاكثر من 30 مليون مواطن مصري، ده اعلى تزوير لاراده الشعب المصري ان هو يختار، ثم يجي المجلس العسكري بكل سهوله يحل البرلمان. المطلب الثالث لا للتدخل في شؤون اللجنه التاسيسيه للدستور ووضع الدستور. وجايين عشان برضه كان من ضمن المطالب اللي هم قالوا لا، ده المطلب الاساسي ان احنا جايين نحتفل وان احنا جايين نضغط عشان نحضر التزوير. احنا كنا جايين من ضمن المطالب ان احنا نعمل ضغط شعبي عشان ما يحصلش اي تزوير لاراده الناخبين واراده الشعب المصري. محمد سلامه من شمال سيناء، ممثل صوار شمال سيناء بكل طوائفهم، ليبراليين وعلمانيين واخوان مسلمين، واحنا جينا ان شاء الله عشان نقر انه الاعلان الدستوري هذا غير شرعي وغير قانوني، لانه يكبل الرئيس القادم ويطول صلاحياته، فالرئيس لابد ان يكون له صلاحيات حتى يستطيع ان ينفذ مشروعه الرئاسي الذي قدم به، فلا يعقل ابدا باي حال من الاحوال ان ياتي رئيس بصلاحيات منقوصه ثم نطلب منه في الاخر ان ينفذ هذا البرنامج. وجئنا لاربع نقاط محدده. النقطة الأولانية هي عدم تمرير التضبيط القضائية التي أقرها وزير العدل وهي مخالفة للشرعية وللقانون، ثم لإعلان الدستور المكمل لابد أن يفض هذا القانون، ثم الثالثة لعدم صلاحية حل مجلس الشعب، وهو صلاحية مجلس الشعب قائمة لأنها تستمد شرعيتها من الشعب الذي انتخب مجلس الشعب، فالشعب 30 مليون مصري انتخبوا مجلس الشعب، لا يمكن ولا يكون أن للدستورية العليا أن تقضي بحل مجلس الشعب. خالد خليل من شمال سيناء. أولا أنا بهني الدكتور محمد مرسي على رئاسته لجمهورية مصر العربية، وفي الحقيقة اللي طلعوا علينا يعني من الإعلام اللي قبل كده بيقول إن انقسامات في مصر وانقسامات داخل المجتمع المصري، إيد واحدة ظهر بعد الإعلان اللي أعلنته اللجنة العليا للانتخابات إن هي فعلا الشعب المصري كله إيد واحدة. الشعب المصري امبارح ليبرالي وعلماني مسيحي وإخواني جميع الطوائف كانت إيد واحدة بتهني الدكتور محمد مرسي على الانتصار العظيم اللي حققه الدكتور محمد مرسي. أنا من محافظة الانتقالية المنصورة. أنا النهاردة معتصمة علشان أنا شايفة أولا بداية يعني بهني الشعب المصري كله بفوز الدكتور محمد مرسي، لكن أنا شايفة إن صلاحيتي اللي مع الرئيس مش كاملة، عشان أنا هاجي بعد كده هقول للرئيس أنت عملت لي إيه؟ وهو مش هيكون في ايده الصلاحيات اللي انا هطلبها هطلبها منه، فانا عايزه اديله الصلاحيات بتاعته كامله عشان لما اجي اساله الاقي معاه الاقي احكمت عليه بعد كده. وبعدين عشان جايه برضه معتصمه عشان عايزه اتصل في حل مجلس الشعب عشان عايزه ارجعه تاني، لان الشعب مجلس الشعب ده اختاره الشعب، فما ينفعش يتحل بقرار سياسي، لازم يتحل برغبه الشعب.